ايه اهدى، هو في ايه؟ وانت شايفيني مجنون ولا انت كنتوا عايزيني اول ما ادخل عليكم اقول لكم يا عطارين وحشني يا اخواتي واخدكم بالحض؟ ادهم في ايه؟ ما انا اول ما جيت القصر كنت زيك بالظبط. انا مفيش حد زيي يا يحيى، انا اللي شفته محدش شافه، فاهم ولا لا؟ انا عشت طول عمري مظلوم، لازم اخد حقي. حقك هتاخده لما توطي صوتك وتحترم البيت باللي عايشين فيه. طبعا ده قرارك، ممكن تطلع بره ترفع قضيه تعمل كل اللي انت عايزه، او تفضل عايش هنا معانا في بيتنا بشروطي وانت حر، ده قرارك. قدامه كتير يا عمار؟ لا خلاص، هو على اصول. هو مين ده يا جماعه؟ سلام ابن خالي جاي عشان مغرومه مراته. طيب انت بقى مأمن له؟ يعني مش خايف بعد ما ياخد مراته ممكن يغدر بينا؟ اوعى تنسى اللي حصل. لا لا سلام فاهم وعايل، وبعدين دي مراته يعني لازم يتحرك عشانها، وبعدين انت اكتر واحد عارف. يا عمار الحمد لله على السلامة. سلم الله يسلمك. حسن وعزيز لين؟ أهلا برجال اخواتي في الدار، وده سلام اللي حكيت لكم عليه. نورت النوبة سلام. نور بأهلها سلام. طبعا انت عارف ان ضرب نار على ابوك ما كانش حاجة. بنعرف كل شيء زين يا عمار. الرصاصة اللي قتلت ابوي كانت اهلي، غير السلاح اللي كان في يد ابوك، غير ان اهل القبيلة كانوا موجودين وشاف اللي حصل. قدر. الله يرحمك يا شيخ ابو نصير. المهم انت جاهز؟ جاهز، بس بدنا نعرف ايش راح نسوي بالضبط عشان نكون معكم يد بيد وما نعطلكم. تلاش يا سلام، كل حاجه متظبطه. عمار هيقول لك هتعمل ايه بالضبط. يلا نتكل على الله وان شاء الله هينصرنا. ان شاء الله خير. المستندات اللي معانا تخلينا نقبض على سيف العزازي حالا. بس سيادتك عارف قضايا الفساد اي محامي كبير ممكن يخرجه منها. اه طبعا، بس وجوده في السجن هيخلينا نراقب تحركاته ونقدر نطلع منه معلومات تثبت عليه تجاره السلاح هو وكل اللي شغالين معاه. طيب سيادتك شايف نتحرك امتى؟ امر الضبط والاحضار خلاص طلع، عايزك تجهز قوه كبيره لان في احتمال يبقى في مقاومه. واحنا عشان نقبض عليه في الفيلا؟ اه طبعا، بس برضه في احتمال ان يبقى في مقاومه. سيف العزازي عارف ان موقفه ضعيف وإن الوقعة في الوقت ده مش هيقدر يخرج منها. سلك الجميل ده انا الصور. مفيش جمال بيننا يا عمار، احنا اخوات، ربنا معاكم. يلا يا رجاله. والله وكملنا تاني يا حسن، وقتي باخر مره يا موسى. نفسك وصار يا حسن، هتشوف مين فينا افضل من تاني.
مسلسل خلاص. بس ما حدش يغمر. خلاص يا موسى، اظن كده مفيش قدامك غير انك تستسلم. لسه قدامك فرصه تطلع كسبان يا موسى، بس خلي بالك اي خطوه مش محسوبه هتدفع ثمنها انت وهي. مش هندفع ثمنها لوحدينا، انت كمان هتدفع ثمنها. لا يا موسى، انا خلاص دفعت الثمن قبل كده، مش ناوي ادفعه تاني. جه دورك بقى، سيبنا يا موسى، خد رجالتك وامشي من الدار. خلي بالك لو هترسى على قتلك هقتلك، حتى لو هموت معاك. تناوي تسيبه حسن؟ ده حاول يقتلك وخطف مراتك وامك. مش عايز الاقي سيدي بالدم يا عزيز، وخصوصا لو دم موسى. انت عارف ان لو جات له فرصه تانيه مش هيتردد وهيقتلك يا حسن. اسكت يا عزيز، لما الكبارات يتكلموا انت تسكت. لا مش هسكت يا موسى، واللي انت ما تعرفوش انا مش زي حسن. انا كان ممكن اجيبها في راسك، بس انا مش زيك. طب خليك فاكر يا عزيز ان العين بالعين. لا يا عزيز، مش هينفع نبقى زيه. احنا خلاص خدنا حقنا. امشي يا موسى، امشي. أنا همشي يا حسن، همشي، همشي وهسيب لك الدار. بس يا ريتك كنت سمعت كلام عزيز، لأني لو قابلتك في يوم من الأيام مش هتردد إني أقتلك. ماشي ماشي يا موسى. وانا لو قابلتك تاني مش هتردد اني اقتلك. وسع يا رجاله، وسعوا السكه لموسى ورجالته. خلاص ماشيين من دارنا. مع السلامه. هنتقابل يا حسن، هنتقابل.